ميد راديو. ميد راديو. الحبوب وهو يقدر يكون التهاب، مرض التهابي، يقدر يكون انفيكسيون اللي ستكون دونك ستكون انفيكسيون، وكاين وهو واحد الحبوب او واحد الحبوب اخر اللي ستكون وهو لا سيلول السوفر. يعني تكون عندنا واحد لا سيلول الجلديه كيوقع لها واحد 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 المشكل تقدر تتباعد غير بيناتها، واحد الحبوب بيتوا بلا سبونجيوز دوك لي سيلول يتباعدوا بيناتهم تخرج واحد الحبوبه عامره بالماء. أيه. اذا هي ما عمرش بالقيح عامره بالماء، يعني كاين سبونجيوز الخلايا وقع التهاب داخل تفكوا الخلايا بيناتهم وخرجت واحد الحبوبه اللي عامره بالماء. تيكون حبوب اخرى يعني ان انفيلتراسيون، تجي واحد الخلايا من الجسم اللي تكونها الجسم اللي تتحاول تاتاكي واحد البروبليم اللي كاين في الجلد وتتعطينا حبوبه تتكون عامره حمراء عامره اللي ديو انفيلتري تتقلبها تلقاها انفيلتري. كاين امراض اخرى اللي تتكون انفيكسيون سي راجوتي، يعني تتجي واحد واحد الكريات بيضاء اللي تتحاول تحارب واحد داك المشكل اللي وقع في هذيك الخلايا. مشكل ما اما ديال التهابي ولا مشكل ديال الحساسيه ولا مشكل اخر، تيجي واحد لي نوتروفيل لي بوليكنيغ نوتروفيل تيديروا لنا هذاك المشكل، تعطينا واحد الحبوبه اللي تتكون عامره بواحد المبيض. ماشي بالضروره داك المبيض تيكون قيح، بارفو تيكون غير التهابي. نعطيك مثال، كاين ما يسمى بليطوك واحد لا توكسيديرمي تسمى لا بي او جي لا بيستولوز اريتيماتوز جينيراليزي. يعني المريض تياخذ واحد الدواء وتيخرج فيه واحد الحبوب كله مقيح، تيبان تيجي المريض يقول راه مقيح راه ميكروب وداك الشيء راه بيض، حبوبه صغيره مقيحه تتكون في ليبلي غير في الجناب وتتكون في الجسم كله، تتكون تحت الابطين تتكون في الفخذين. ملي تنديروا لا بريليفمون تنشدوا ديك الحبوبه تنديروا لا بريليفمون تنديروا لا ناقه تجينا ستيريل، يعني ما فيها حتى ميكروب، يعني هنا مرض التهابي سيتي انفيلتراسيون نوتروفيلي. كاين امراض اخرى جلديه، مثلا نعطيك واحد مرض وراثي ما يسمى بديك لي نوروفيبروماتوز، وهي مثلا لا سكليروز فيبروز بورنيفيل، واحد المرض التهابي وراثي تتكون واحد الحبوب رقيق حدا النيف تيجي المريض يقول راه فيها حب شباب. اذا كطبيب اخصائي انا تنقلب تنشوف ما عندوش لي بيرسيبور، يعني ما عندوش داك الدهونيه في اللحم ديالو، ما عندوش هذاك ما عندوش لي بوان نوار، تنقلب ما عندوش لي بوان نوار، تنقلب تنكزاميني تنعيد نحيد لي حوايج تلقى عنده ديطاش برين بحال ديطاش كارتولي، تلقى عنده واحد ليزيون تحت الابطين ديالو، تنقلب ليه صبعو الكبير تلقى عنده واحد الحبوبه في صبعو صغير. هنا تنشخص المرض ديال هاد لا نوروفيبروماتوز، يعني الحبوب وهو يقدر يكون التهاب، يقدر يكون ميكروب، يقدر يكون امراض جينيتيك.